ومن الألفاظ الشائعة عند بعض من الناس أنه إذا غضب أو إذا أراد أن يؤكد شيئا قال باللهجة العامية احنقها ما هي على رجال، يشير إلى لحيته. هذا فيه امتهان للحية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها بتوفيرها بالحث على إطلاقها، فمثل هذه اللفظة يجب أن يتنبه المسلم لها وألا تلج على لسانه.